والنادي الأهلي في الصدارة، النادي الأهلي في الصدارة، ولكن هو ده الطبيعي، هو ده اللي احنا دايما عارفينه عن النادي الأهلي، أو هو ده اللي احنا دايما متوسمينه في لعيبة النادي الأهلي. عندنا مباراة بكرة، عندنا مباراة بكرة صعبة جدا جدا جدا. روشتات كتيرة اتقالت وكلام كتير اتقال في هذه المباراة، وناس كتيرة جدا اتكلمت عن هذه المباراة. بس الحقيقة قبل ما اتكلم عن هذه المباراة، حابب طبعا ان انا اتكلم عن افتتاح او قرعة كأس الأمم الأفريقية. قرعة كأس الأمم الأفريقية انتهت او ما زالت مستمرة منذ وبدأت الساعة تقريبا 8. مجموعات أمم أفريقيا انتهت. طيب، انتهت القرعة في لتحديد مجموعات أمم أفريقيا 2019. المجموعة الأولى هي مجموعة مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو. مصر ستلاقي زيمبابوي وأوغندا والكونغو، دول الثلاث منتخبات اللي هتكون مع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية، نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر، دول الأربع منتخبات التي ستتلاقى في المجموعة الثانية. والمجموعة الثالثة كينيا وتنزانيا والجزائر والسنغال، والمجموعة الرابعة جنوب أفريقيا وناميبيا وكوت ديفوار والمغرب. أما المجموعة الخامسة موريتانيا وأنجولا ومالي وتونس، والمجموعة السادسة بنين وغينيا بيساو وغانا والكاميرون. دي الست مجموعات اللي هتكون إن شاء الله مصر ستحتضن بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة. دي الست مجموعات اللي هتكون موزعة على محافظات مصر المختلفة، علشان الناس طبعا بقى هتتفرج على هذه المباراة. طبعا مجموعة متوازنة الحقيقة، أو مجموعة ليست بالصعبة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أوغندا دايما معانا في كل حتة، في تصفيات كأس عالم موجودة، في تصفيات كأس أفريقيا موجودة، وموجودة معانا أيضا في المجموعة النهاردة. زيمبابوي مستوى رابع الحقيقة، والكونغو من المنتخبات الجيدة جدا، ولكن في النهاية هي مجموعة متوازنة بالنسبة لمنتخبنا القومي، ومجموعة الحقيقة أيضا في المتناول، يعني نقدر إن احنا نلعب في هذه المجموعة ومش هنبقى متضايقين قوي. يعني هتبقى المباريات إن شاء الله، إن شاء الله تبقى مباريات جيدة، والقادم بعد كده هو اللي يكون أصعب بقى في بطولة الأمم الإفريقية. قبل بس ما أروح